التوحيد والوهية بتقول لا إله إلا الله. طب لما ربنا يقول لك اعمل وغيره يقول لك ما تعملش، هتطيع مين؟ هتطيع مين؟ إن أطعت غيره يبقى أنت مش ماشي بلا إله إلا الله، يبقى اتخذت من أطعته ربا دون الله. هي كده ربا دون الله. ولذلك خدها كده بص لها في القرآن الكريم، هتلاقي كل من أطاع غير الله فهو أصبح عبدا له وليس عبدا لله. طه اللي بيطيع هواه، هواه تروح ربنا يقول يغض من أبصاره، وهواك أنت تبص خلاص. ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن الاختلاط وبينهى عن التبذير وبينهى، وتروح انت تعمل افراح وتجيب الرقصين والهجاصين وتخلي الرجاله بجنب الحريم وتحزم مراتك وتطبلها وحاجه ما شاء الله كده، واخد بالك؟ وبعدين تقول لي انا عندي توحيد الالوهيه، توحيد الايه؟ طب اما سمعت قول الله تعالى ارايت من اتخذ الهه، شوف الكلمه الهه هواه. فيقول عبد الله بن عباس الهوى إله يعبد من دون الله، فالله يأمرك وهواك يأمرك فتطيع هواك، فمن ربك؟ ها كرر لك سؤاله تاني، الله يأمرك وهواك يأمرك في أمر لله وأمر لهواك، وأمر هواك غير أمر الله خالص، فأيهما تطيع؟ فمن أطعت فهو إيه؟ فهو ربك وإلهك. اللي تطيعه بقى، اللي تطيعه بقى. ولذلك يبقى دي الهوى ها بيعبد إله من دون الله، لأن طاعتك له أدي العمل بقى، أدي العمل بقى خلاص. تخش بعد كده على بلاش هوى إبليس الشيطان، ربنا يقول إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم إيه؟ ألا تعبدوا الشيطان. لا 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 تعبدوا الشيطان، قال له أنت هات لي واحد في فينا يروح جاب سجاده ويقول لي اصلي ركعتين للشيطان، هو دي العباده؟ لا يا رب، بتعبده يعني ايه؟ قد اتخذته الها. ازاي؟ ازاي؟ انك اطعته وعصيت الله، بس اطعته وعصيت الله، فدخلت في كونك عبد للشيطان ولست عبدا لله، ولست عبدا لله، ولست عبدا لله. تخش شويه كمان ها الساده والكبراء اللي وهيقوم القيامه بقى المغفلين يقولوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. خلاص خش شويه، خش شويه اهل الـ اهل الـ حتى اهل العلم، اللي تطيع رجل بينتسب للعلم في معصيه الله وانت تعلمها وتقول ايه؟ وانا ما مش الشيخ قال؟ طب ما انت عارف ان ده يرضى حرام ومخالف الشرع، يقول لك ماليش دعوه، ما دام قال خلاص دخلت في اطار اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه؟ اربابا من دون الله، من دون الله. وهلم جار، هلم جار، هلم جار، في عبد للدرهم والدينار والخميصه، هذا حديث صحيح، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الايه؟ الخميص. اه والله فعبد، عبد ليه؟ عبد ليه؟ اللي تشاور له بال10 جنيه كده يبيع دينه ويبيع اوامر ربنا ويبيع نواهيه، واللي انت عايز تقوله قوله، واللي انت عايز تقوله قوله، ويقلب لك الحلال حرام والحرام حلال، وزي ما انت عايز، وزي ما انت عايز. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هذه القوانين التي ينبغي أن نسير بها. إذا أنت بتقول أنا عندي توحيد ألوهية، نفتش بقى، نفتش بقى. ها لسانك قال لا إله إلا الله الحمد لله، ها قصدك متوجه لله في كل كبيرة في كل صغيرة، طاعتك لله في كل كبيرة في كل صغيرة، اكتمل عندك توحيد الايه؟ الألوهية. في خلل لا تلومن إلا نفسك. ولذلك قلما تجد من كان خالصا في التوحيد، قلما تجد من كان خالصا في التوحيد. ليه؟ علشان يحقق الثلاثة دول حاجة صعبة جدا.
سهلة، لكن بالنسبة للناس صعبة، لأن أهواءهم وأمزجتهم وإلى آخره. خلاص، فقلما تجد من يحقق التوحيد تحقيقا صحيحا. ولذلك صدق ربنا حينما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خلي بالك الحتة دي بقى، يبقى الغالبية حتى اللي أنا مؤمن برضه توحيده ما هواش خالص، برضه توحيده ما هواش خالص. اللي عنده توحيد خالص قلة من الناس. ولذلك أنا بقول أهو، فتش في نفسك واختبرها، شوف الكلام ده، شوف الكلام ده، شوف ربنا أمرك بكذا، ولو جه رئيسك في العمل أمرك بغير كذا هتعمل إيه؟ شوف، شوف لو أنت عارف إن شيء حرام لو ادوك كام ألف هتقلبه حلال ولا هتعمل إيه؟ شوف، شوف هواك بيقول لك إيه وربنا بيقول لك إيه؟ شوف، أدخل نفسك في هذا الاختبار، رجل وامرأة، رجل وامرأة. ولذلك الكارثه عندنا انك انت في ناس كتير قوي دعاه ايمان، وانا بقولها باللي فيه دعاه ايمان، وتيجي في موقف معينه تختبره ينفضح،